من يفقد متعلقاته يجدها هنا في هذه الخيمة التي تعرف باسم مركز الكعبي للمفقودات، نسبة لمسؤولها أبو ملاك الكعبي الذي تطوع لهذه المهمة حصرا مع لفيف من المتظاهرين. كثيرون ممن فقدوا متعلقاتهم الشخصية في ساحة التحرير ومحيطها منذ اندلاع انتفاضة تشرين، ليكتشفوا لاحقا وجود مفقوداتهم في خيمة الكعبي التي أصبحت إحدى أيقونات الانتفاضة في ساحة التحرير. مفقودات، جوازات سفر، مستمسكات، بطاقة وطنية، جهاز السوق، شهادة الجنسية، حتى مستند مال البيت موجودة، حتى جوازات عندك قيامة، سويتشات، محفظات، موبايلات، هم عندهم موبايلات أذني، هواي سلمت وهواي جاي توصلني. اللافت أن مهمة مركز الكعبي لا تتوقف عند جمع المفقودات الشخصية وحفظها، بل تتعدى ذلك إلى البحث عن الأشخاص المفقودين في التظاهرات. أحد المتظاهرين عبر عن شكره لجهود المتطوعين في مركز الكعبي، وأكد أنه عثر على مفقودات له في المركز. أنا كنت هنا خالص صار تقريبا 13-14 شهور تقريبا هذا المكان، انفقد من عندي هوية انفقد، لقيتها بهذا المركز، أعطيت الاسم وطلعوا لي إياها ورحبت أسكان. تكافل وتضامن لم يسبق له مثيل، يقول المتظاهرون. ولمن يريد أن يرى حقيقة هذه التظاهرات الشعبية فما عليه غير التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد وميادين الاعتصام في المحافظات.